Hey, what's up, dog? What you doing today? انت بتتنطط علينا يا عم ولا ايه؟ مش فاهمك انا، يعني هي ايه يا عم مالك في ايه؟ الله، مفيش نفسك اتكلم انجليزي زيك ومش عارف اعمل ايه انا. طب ما طيب تروح تاخد كورسات، ايه المشكلة؟ كورسات ايه يا عم؟ ياما خدنا كورسات وبنيجي عند يعني ما بكملش ابدا، باجي عند الليفل التالت اصلا وببطل. طب والعمل؟ يا عم ما انت عارف الواحد لا ليه خلق ولا القرف دوت للمذاكرة تاني، ولسه يعني انت عارف وقرف ووجع الدماغ البيت والعيال والجماعة، يعني الدنيا بص سيبك فكك. طب ما تنفض اصلا الانجليزي، هو لازم يعني؟ يعني انت عايز انفض ازاي؟ يعني انفض ازاي وانا اصلا لو كلمت انجليزي مرتبي هيزيد 1500، بيتي محتاجهم. تاخد بنصيحتي ولا اقول لك تعالى معايا على انفو فليفر نشوف الاجابه مع بعض؟ لما نشوف اخوي. اهلا وسهلا بيكم في انفو فليفر، لكل معلومه عندنا ليها طعم. معاكم تيمور ادري، اللي يعرفني ويلكم يا جماعه شباب للشانل بتاعتي، اللي ما يعرفنيش انا اسمي تيمور ادري، عندي 36 سنه، ايطالي مصري، ما علينا من الموضوع ده. مدرس انجليزي بقى لي اكتر من 6 سنين، ومن اكتر الناس اللي اتقنوا اللغه الانجليزيه من غير معلم. هنتكلم عن النقطه ديت دلوقتي. موضوع الحلقة بتاعتنا ليه الكورسات ما بتجيبش النتيجة؟ 90% ويكاد يكون 95% من الناس اللي بتروح تاخد كورسات ما بتستفدش منها حاجة ولا بتتعلم منها حاجة. طب يا ترى ايه السبب؟ السبب هي حاجة واحدة فقط وكلمة واحدة هنلخصها هنا، اسمها will. You don't have the necessary will. You don't have the will. ايه هي الويل بقى؟ ويل دي كلمه معقده شويه، معظمكم يعرفها ويفتكرها من ايام المدرسه ان هي الهيلبنج فيرب، الكلمه اللي بنستخدمها كفعل مساعد للفيوتشر تنس، لزمن المستقبل. لكن هي كلمه معقده شويه لان ليها اكتر من استخدام واكتر من معنى. لو هتستخدم كفيرب فهي فعل مساعد بيدل على المستقبل اللي هو الفيوتشر تنس، لكن لو هي كناون فليها اكتر من معنى. المعنى الأولاني يعني وصية، لما حد بيسيب وصية بيقول كلمة will، زي for example he wants you to read his will. طيب المعنى الثاني لكلمة will هي الإرادة، وهي المستخدم هنا هو. تسيبك من ان will اختصار لويليام، هي بتستخدم كاسم كمان اختصار لويليام، وفي بعض الاحيان بيستخدموا كلمة will اللي هو اختصار ويليام كاسم في حد ذاته، زي الممثل الشهير ويل سميث. اوكي طيب نيجي بقى في كلمة الإرادة. 90% منكم ما عندوش الإرادة ان هو يكمل او يبذل مجهود. هو متوقع ان هو هيروح هيدفع فلوس لكورس في أكاديمية من الأكاديميات اللي بتوعد ان انت هتاخد نتيجة من عندها او هتكتسب اللغة في أسرع وقت ممكن، ومتخيل في عقله ان هو لما يعمل كده من غير اي مجهود اضافي ومن غير اي حاجة هيتعلم وهيكتسب اللغة وهيبقى في الاخر خلاص فلوينت وهيتكلم بسرعة وبكل طلاقة. لا، ده اكبر غلط. لازم يبقى عندك ارادة ان انت تبذل مجهود. مفيش حاجة في الدنيا دي كلها بتتعمل من غير مجهود. كل حاجة ليها مجهود. الشغل ليه مجهود، اللعب ليه مجهود، الراحة نفسها بيبقى ليها مجهود. كم واحد فيكم لما بيروح ينام بيقعد عقله شغال وعمال بيحرق في افكار وهموم الدنيا والحال والاحوال اللي احنا فيه دلوقتي؟ كم واحد؟ انا واحد من الناس. باخد لي مثلا بتاع ساعه، ساعه الا ربع في السرير مضلم الدنيا وعقلي شغال زي المكنه. نيجي للموضوع بتاع الاراده. لما تروح تاخد اي كورس لازم يبقى عندك الاراده ان انت تديديكيت، تدي من وقتك للمذاكرة على الأقل من ساعة لساعتين في اليوم. من ساعة لساعتين في اليوم. أظن من ساعة لساعتين في اليوم دوت مش وقت. على فكرة أنا واحد بيشتغل في الويب ديزايننج وبشتغل مدرس وبشتغل على اليوتيوب وبشتغل على الإنترنت وبعمل حاجات كتير جدا، وبرضه بلاقي وقت إن أنا أقعد أسجل لكم فيديو زي ده. فالتايم مانجمنت دي أهم نقطة. تايم
مانجمنت، ان انت ترتب وقتك. لو رتبت وقتك هتلاقي دايما الوقت ان انت تعمل حاجة جديدة في حياتك، سواء كانت اتقان لغة او تعلم حاجة تانية غير الانجليزية او تعلم حرفة او تعلم سكيل على الانترنت عشان تشتغل بيها اونلاين. دلوقتي واحنا قاعدين في الحظر في بيوتنا فمحتاجين ان احنا نتعلم سكيلز ان احنا نشتغل بيها اونلاين. بالمناسبة هيبقى فيه اصلا في القناة ديت سكشن ديديكيتد لكل السكيلز، كل المهارات اللي ممكن تستخدمها في الاونلاين ماني ميكينج او الاونلاين فريلانسنج، اوكي، اللي هي الشغل الحر على الانترنت. ترقبوا فيديوهاتنا ان شاء الله، القناة لسه جديدة وده اول فيديو، وهتلاقوا فيه فيديوهات تانية جاية في الموضوع دوت. ايه اهم النقط اللي لازم نعرفها علشان خاطر لما نديديكيت او نلاقي الوقت اللي هو هنقعد نذاكر فيه ساعة او ساعتين؟ انا واحد من الناس، I speak English fluently, I teach English, I have American friends, and all my friends, without knowing the first time when we met the first time, they told me that I had an LA accent. An LA accent, LA is short for Los Angeles, or Los Angeles, لمعظم الناس اللي عارفينها, Los Angeles, اللي هي Los Angeles in English. They tell me that I have the accent of LA. بيقولوا لي ان انا معايا الاكسنت بتاع LA. When were you at the States? When did you come back from the States? Whatever. جيت امتى؟ عملت ايه؟ سويت ايه؟ اتعلمت منين؟ مش عارف ايه؟ انا ما عملتش اي حاجة خالص يا جدعان. واللي يعرفني عارف كويس جدا ان انا ما تعلمتش الانجليش من اي حد، ولا تعلمته ولا سافرت برا دولة بتتكلم انجليزي. انا سافرت برا، لكن سافرت في دول غير ناطقة للانجليزية تماما، ومتعصبة جدا للغتها، فاللي هي يعني اصلا ما كانش في حد بيتكلم معايا انجليزي. لكن ايه هي الخطوات اللي علمتني انجليزي اصلا؟ اولا انا كنت بحب القراءة جدا وانا صغير، من وانا عمري 8 سنين وانا بدأت اقرا، وكنت بحب جدا اقرا النوفلز والشورت ستوريز بالانجلش. فالنقطة رقم واحد القراءة بالانجلش. نقطة رقم اتنين، انا كنت بعشق حاجة اسمها اغاني انجلش. انا فاكر لغاية دلوقتي ان اول اغنية سمعتها كانت في اوائل التسعينات، كانت كوكو جامبو للي يعرفها يعني وكده هو. وبعديها كانت Backstreet Boys ومايكل جاكسون، وكنت مغرم بمايكل جاكسون زي ناس كتير جدا، وكنت بحب اسمع له اغانيه. لكن في حاجه فرقت ما بيني وما بين ناس كتير جدا بتسمع مايكل جاكسون. الفرق ان انا كان عندي الاراده ان انا احب احفظ الكلمات بتاعه الاغنيه ديت بالسمع، مش بالليركس. لما كنت تروح فيرجن ميجا ستورز وتشتري الشريط الكاسيت بتاع زمان، كان بيجي في الكفر بتاعه كده الورقه بتتفتح ويبقى فيها الليركس اللي هي الكلمات بتاعت كل الاغاني اللي في الالبوم. انا كنت بحب دايما احط نفسي قدام تشالنج، قدام تحدي، اتحدى نفسي ان انا احفظ الكلمات بالسمع فقط لا غير. فكنت بعمل ايه؟ لما اروح اشتري الشريط كنت بفتح الجلده ديت اول لما ادفع فلوسه وخلاص وكده تمام الشريط بقى بتاعي، بقوم رايح على اقرب باسكت زباله واقوم قاطع الورقه اصلا اللي على الكفر اللي فيها الليركس. طبعا بسيب الحته اللي فيها الصوره اللي على الكفر دي، يعني كنا بنحب الحاجات دي قوي يعني عشان كمان الشريط ما يبقاش شكله وحش، بس ما علينا. فكنت باجي عند لغايه اخر حته في الليركس واقوم قاطعها ورميها في الزباله وامشي واروح على طول. عشان كده انا عارف مليون المية ان انا مش هقدر ارجع تاني اجيب الكلمات ديت من اي حته، لان على بكره باسكت الزباله ده هيكون فاضي، ده ان ما كانش اصلا بعديها بكام ساعه باسكت الزباله ده هيكون فاضي، فالليركس هتكون راحت. وعلى ايامنا ما كانش فيه انترنت، على ايامنا ما كانش في انترنت، احنا عاصرنا الانترنت في طلوعها وظهورها من اوله خالص، ومن قبل كده ما كانش في عندنا انترنت علشان اقدر اروح اكونكت على الانترنت واجيب الليركس، او افتح انغامي وادوس على الليركس وتطلع لي. فما كانش في الكلام ده كله، كان عندنا هو زرارنا صباعنا ده كان وارم، والناس اللي من جيلي عارفين الموضوع دوت من كتر البلاي والستوب والريوايند. اول خطوه بدات اعملها ان انا اسمع الاغاني بتاعت مايكل جاكسون واحفظها بالسمع بس. حفظت الاغنيه الاولانيه، ابتدت معايا الاول باول جمله في تاني جمله، وكان على طول دايما صباعي على ستوب ريوايند بلاي ستوب ريوايند بلاي عشان اسمع كويس اللي بيتقال، وبركز في الكلمات وبحاول على قد ما اقدر ان انا اركز ان انا افصل المزيكا عشان اركز في الكلمات اللي بتتقال، لحد لما اتقنت اول اغنيه ليا ولسه فاكرها لغايه النهارده. كانت They don't really care about us. All I wanna say that they don't really care about us. اللي عارف مايكل جاكسون هيفتكر الأغنية دي. تاني حاجة عملتها، بدأت أحفظ أغاني تانية وتالتة ورابعة وكده، وابتديت بعد كده لما أتقنت كل أغاني مايكل جاكسون بالسمع، وبعد كده أول تيست ليا إن أنا كنت أتأكد إن أنا اللي أنا حفظته وسمعته دوت كان صح مليون المية. كنت بعمل إيه؟ كنت بروح لأصحابي في المدرسة اللي جايبين نفس الألبوم وأشوف الليركس معاهم، بقعد أغني الأغنية
وهم بيبصوا على الليركس ويقولوا لي الكلمة دي غلط أو صح، لحد ما صلحت كل الفوكاب الغلط اللي عندي في الأغاني كلها اللي أنا حافظها. مرة في مرة بدأت إن أنا أتقن السمع من أول مرة على طول بكلمات مظبوط. فدي كانت أول خطوة، كانت السمع عن طريق الأغاني. آسف، تاني خطوة السمع عن طريق الأغاني. أول خطوة كانت القراية، القراية بالإنجليش. وتالت خطوة كانت الفرجة على الأفلام بالإنجليش. اللي بيقولك هتتعلم إنجليش وتتقنه بالأفلام وهي عليها الترجمة العربي غلط، وبقولها علني في وشك غلط، وانت عارفني كويس وفي ناس كتير قوي منكو على الانترنت. مفيش حد هيتعلم انجليش من افلام طول ما هو مشغل السبتايتلز الترجمة بالعربي. عمرك ما هتتعلم. ليه؟ عشان عينك اتعودت من واحنا عيال صغيرين، اتعودنا ان الافلام الاجنبي ليها ترجمة، واتعودت عينينا ان هي بتروح اوتوماتيك على الترجمة وتقعد تقراها. فحتى لو انت بتسمع الكلام اللي بالانجليش عينيك مركزة وسبقاك على الترجمة، فعمرك ما هتركز ولا تفهم الكلام اللي بيتقال، ولا عمرك هتستوعبه. وعلى فكرة في ترجمة كتير جدا بتبقى غلط لأفلام كتير. دلوقتي طبعا احنا قطعنا شوط كتير جدا في التكنولوجيا، ومع العصر الجديد بقى في ناس بتراجع الترجمات دي كلها وبتصححها وبتظبطها، وبتلاقوا دايما مش عارف ترجمة مش عارف ايه وتصحيح مين فلان، فبتلاقي الموضوع تطور. لكن الموضوع دوت ما تطورش من يوم وليلة. على ايامنا احنا ما كانش في حد بيصحح، فكانت الترجمة كتير جدا غلط. اساس التعلم من الافلام ان انت تتفرج على الافلام بالانجليش من غير اي سبتايتلز. لو بتعرف تقرا كويس من الخطوه الاولانيه، اتعودت على القرايه بتاعه الانجليش وبتقدر تقرا كويس بسرعه، يبقى يفضل ان انت تحط سبتايتلز انجليش. لو لسه ما وصلتش الليفل دوت، يبقى شغلها من غير سبتايتلز خالص. ودايما عود نفسك ان انت يبقى عندك نوت لو انت بتتعلم مش بتتفرج لمجرد المتعه. انا دايما بقول لكل التلاميذ اللي عندي او الطلبه اللي بيجولي علشان يتعلموا مني انجليش، بقول لهم ان اول حاجه استفرجوا على الفيلم للاستمتاع بيه، ومفيش مانع ان انتوا اول مره تتفرجوا عليه بالترجمه. تاني مره اتفرجوا عليه مره تانيه بس من غير ترجمه للاستمتاع برضو. طب ليه يا مصر المره التانيه بالاستمتاع؟ ليه يا تيمور المره التانيه بالاستمتاع؟ اولا علشان عينيك بتبقى لسه ما خدتش على كل السينز والمشاهد اللي في الفيلم، فدايما عينيك بتسبقك وبتروح على المشاهد اللي فاتتك مثلا من اول مره اتفرجت على الفيلم، فبتلاحظ حاجات تانية انت ما لاحظتهاش من اول مره. من تالت مره تبتدي تتعلم. ومن تالت مره ديت انا بنصح ان يبقى معاك نوت باد، يبقى معاك ورقه وقلم، وقاعد بتكتب كلمه كلمه الحاجات اللي هي بتتعمل في الفيديو. دي اول خطوه بتاعت القرايه. تاني خطوه المزيكا. وعلى فكره واحد من اعز اصدقائي ومشهور جدا على الانترنت، ويكاد يكون 90% منكم عارفينه، هو عمر عبد الرحيم. عمل فيديو مخصوص عن موضوع التعلم عن طريق الاغاني، ممكن تروحوا تشوفوه. هحط اللينك بتاعه في الديسكريبشن بلو. وبجد اتمنى لك كل التوفيق يا عمر، انت حبيبي ومن اكتر الاشخاص المحترمه اللي انا فعلا اتشرف ان انا عرفتها في يوم من الايام في حياتي. وعمل فيديوهات كتير جدا تانية، منها عن طريق اللي هي التعلم عن طريق الافلام والكلام ده كله. وهو من الناس جد المقتنعه جدا بوجهة نظري في موضوع اتقان اللغه من غير معلم. وهو على فكرة عمل نفس الخطوات ديت، وفي ناس كتير قوي قابلتنا في حياتنا عملوا زينا بالظبط واتقنوا اللغة بالطريقة ديت بالظبط. نرجع بقى للنقطة رقم واحد، الكورسات ما بتجيبش نتيجة. الكورسات هتجيب لك نتيجة لو انت اديت لها الاهتمام المناسب ليها، اديت من وقتك على الاقل ساعة او ساعتين في اليوم ان انت تقعد تذاكر وتعمل اللي المدرس بيقولك عليه. والنصيحة دايما دايما اطلب ديمو لسن، اطلب ديمو لسن، اطلب درس تجربة. ليه؟ ممكن يكون اصلا المدرس نفسه عنده مشاكل في النطق، ودايما في الديمو لسن هات معاك حد متقن اللغة، هات معاك حد متقن اللغة يحضر معاك اللسن. انا واحد من الناس اشتغلت في اكتر من اكاديمية كان عندنا حاجة اسمها ديمو لسن، وكنا بنسمح بدخول الناس عادي ببلاش من غير ما يدفعوا فلوس عادي. يعني الديمو لسن ده حقك، حقي قبل ما اشتري اي سلعة ان انا اشوفها او اجربها، او حد يكون مجربها يجي يقول لي الموضوع دوت تمام وفعلا في نتيجة. لو انت ما عندكش حد خد مع المدرس اللي انت داخل تاخد معاه الكورس دوت، خد معاه كورس وشكر لك فيه وادالك فيدباك كويس عنه، نصيحة اطلب ديمو لسن وهات معاك حد بيتقن اللغة يحضر معاك الديمو لسن ده. ممكن يبقى العيب في المدرس نفسه مش فيك انت.
تاني حاجة ركز كويس جدا في التعليمات اللي بيقولها لك المدرس. المدرس مش عايز يهرك ولا عايز يتعبك ولا عايز يزود عليك اللود، لان احنا كلنا عارفين ان احنا كلنا عندنا لود في البيت وعندنا مشاغل وعندنا يعني مشاكل في الحياة كتير جدا. فالمدرس مش عايز غير مصلحتك، فهو بيديلك الحاجات اللي انت المفروض تنفذها انت في البيت. على فكرة الناس اللي فاكرة ان التعليم على المدرس بنسبة 80% و20% عليه هو بس، انت اكبر غلط، انت غلطان. التعليم على المدرس هو 20% فقط، 20% فقط على المدرس. لو انت طالب صغير فال 40% التانية على ولي امرك، على بابا وماما في البيت او اللي بيتابع معاك في البيت، والباقي عليك انت. ال 40% الاخرانيين عليك انت. لو انت لوحدك وما عندكش حد بيتابعك وانت كبير في السن وما عندكش حد بيتابعك، فانت 60% عليك انت، 60% عليك، و20% على المدرس، و20% على الماتيريال اللي انت بتذاكر منه. دي اهم نقطة لازم تبقى مركز فيها وحاططها جوه دماغك قبل ما تقرر ان انت تاخد كورسات او تقول ان الاكاديمية دي وحشة او المدرس ده وحش او الكورس او انا ما اتعلمتش حاجة والكلام ده كله. يا رب اكون في التوكو، واعذروني لو كان في اخطاء كتير، فده اول فيديو لينا في القناة، وان شاء الله هتتظبط والحلقات اللي جايه تبقى احسن واحلى بكتير. واتمنى اكون في التوكو. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان تجيلك احدث الفيديوهات بتاعتنا واجدادها، وتتابع معانا كل حاجه جديده ممكن ننزلها تفيدك او تضحك معانا. شكرا يا شباب، اشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله.